تماماً في شتاء عام 1957 ألقت قوات الاحتلال الفرنسي القبض على بطل الثورة الجزائرية العربي بن مهادي وأخضعته لما لا يطاق من صنوف التعذيب ليقدم معلومات عن الثورة والثوار فأبى وقال نحن قوم نموت ولا نخون. أبلغه الجنرال الفرنسي السفاح مارسيل بيجار قراره بإعدامه شنقا فرد عليه لكم الماضي ولنا المستقبل. عام 2001 قدم بيجار شهادته في بن مهادي. أسريع من التعذيب نزعنا أظافره جلده أجزاء من جسده ولم تخرج كلمة من فمه سوى شتمنا والبسط في وجوهنا. وقال الجنرال الفرنسي لو كان عندي 3 من أمثال العربي بن مهادي لغزوت العالم. لكن العربي قال لهم لكم الماضي ولنا المستقبل.